تحقيقاً لأهدافها وغاياتها والقيم الرسالية التي تؤمن بها والتي تأسست عليها رسالتها الإنسانية عبر تمكين عوائل تطبق عليهم معايير محددة وضعتها الجمعية لتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والتعليمية. قصة بقلب الإنسان لما هو بيوقف لحاله وبيقول ما في مين يساعدني. أنا كتير مرقت بمراحل ومرقت من إيد مؤسسة لإيد مؤسسة، بس ما كنت يمكن مستنظر أنه بيوم من الأيام يصير عندي بيت ويجي حدا يساعدني ويغطي هالقد تكاليف. ما بعرف، يمكن أنا عم بحكي ودمعة الفرح يمكن عم تجري على خدودي، يمكن بكل الأحوال، لأنه ما كنت منتظر أنه واقعاً أوصل أو أقطع بهالوقت القياسي هالمرحلة كلها سوا. علاماته من العلامات المتفوقين، في مادة يمكن مواد هو كمان كان الأوائل، صار برزنتيشن تبعوته هيك بروفيشنال فيري هاي كواليتي. لي 7 سنين مغسل كلى، كان عمره 8 سنين لما بلشت. لما دخلت جمعية طالعه حياتي وهي عملت لي الفحوصات وعملت لي الطعومة، ان شاء الله يقدرها تزرع لي كلوي، الله يقدرهم لحتى يساعدوا، مش بس انا، يساعدوا كل العالم كمان. وقد ما حكيت مش لح اقدر اعبر قديش نعمله معي. رحت على جمعية تالية وقالوا لي هذه الجمعية بتساعد. بعد ما سكرت الدنيا كلها بوجهي رحنا لعندهم قلنا لهم بدنا نشتري سيارة ونشتغل عليها، والحمد لله جبت السيارة ودفعوا لي حقها، والحمد لله رب العالمين بفضل جمعية تالية ورب العالمين تمكنت، صار عندي سيارة وصرت عم بشتغل وصارت أحوالي منيحة. وأنا بتشكر الجمعية كتير وبتشكر رب العالمين اللي وقف حدي ويسر لي الأمر. بفضل الله سبحانه وتعالى تم افتتاح هالمحل وبدعم من جمعية تالية الخيرية اللي كان لها فضل كبير بتأسيس وبتأهيل هالمحل هيدا اللي ما تركتني ولا لحظة، اللي وكبتني منذ البداية حتى الآن. أنا بقولهم الله يعطيهم ألف عافية وأصحاب هالأصحاب الأيادي البيضاء، وبتشكر جمعية تالية الله يعطيه من نعيمه وجميع العاملين بها.
بيتنا عدم شرعي يعني بلاد هان لكهرباء يعني تفوت على بيتنا ورقة مقبعة يعني شو بدي أقول لك بيتنا يعني كان بتحي يعني لا يرسله يعني كان عدم يعني أنا بشكر جمعية تاليا بس إنه رمرتنا البيت وزبطتنا البيت فتحتنا المحل كان المحل فاضي يعني فيه الشيء بالمرة وعبت المحل ودهنته وضبطتنا إياه لحتى نعيش من وراه كنا بالأول كيف صرنا هلأ يعني نفسيتنا كتير ارتاحت وأنا بشكر الجمعية كتير بشكرهم يعني خصوصا الصبايا اللي موجودين والشباب الطيبين والله يكتر من أمثالهم ويفرحوا كل بيت هيك يكون يعني بديته على قده وقضوا على قده خاصة اللي فيش عنده بأي بالبيت ضمن المية طوال بيسي قداش عن النيوتروفلز أكملت جمعية تاليا إحدى أهدافها بتمكين الدكتور حسين شومان ورافقته حتى نهاية مشواره التخصصي. تعرفت على مستر حسين شومان بسنة 2000 وأكيد واكبته خلال 4 سنين دراسة وكان من التلاميذ الجيدين وجيدين جدا. تعرفت على جمعية تاليا وتكفلتني بالدبلومة تاعتي وبعد الدبلومة كان هدفي أعمل دراسات أعلى وكذلك الأمر كمان تكفلتني بموضوع الماستر. بشكر كتير جمعية تاليا على كل شيء قدمت لي لأنه يعني حققت حلم ما كان بالوارد أنه حقيقه أنا صراحة لأنه ما كان في أبداً القدرة المادية لأنه أنا سافر وأعمل هذا الشيء وإن شاء الله الله يقدرني وأقدر أعود أو أقدر رد هذا الجميل بيجي لو جزء بسيط يعني.